قلصت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح البري باتجاه منفذ كرم أبو سالم، حيث بلغ عدد الشاحنات اليوم 4 شاحنات تحمل مشتقات بترولية وتحديدا مواد الغاز. هذا في الوقت الذي يعاني فيه سكان القطاع من أزمات كارثية في الماء والكهرباء والغذاء جراء سياسة التجويع التي تتبعها قوات الاحتلال بحق المدنيين، الأمر الذي تسبب في تفاقم الأوضاع وانتشار المجاعة والأوبئة. المزيد نتابعه مع الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. في هذه المتابعة لتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من أمام معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء المصرية، نرصد الصورة بكافة أبعادها. البعد الأول الخاص بالمساعدات الإنسانية، حيث لم يستقبل معبر رفح اليوم سوى 4 شاحنات محملة بمشتقات البترول وتحديدا الغاز، وهذا إن دل يدل على استمرار سياسة التعنت الإسرائيلي تجاه المساعدات الإنسانية الخاصة بالمواد الغذائية والإغاثية وأيضا المواد الطبية وأيضا العديد من الأدوات الخاصة بالإغاثة والطب والعلاج والأدوية. هذه الحالة من التعنت على مدار الأيام السابقة لم تسمح بالكثير من الشاحنات كما هو معتاد خلال الفترات الماضية. هذا عن البعد الأول. أما البعد الآخر وهو البعد الأكثر قسوة، استمرار الغارات الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث نحن منذ الصباح هناك سماع لدوي انفجارات متعددة ومنوعة في عدد من الأماكن المتفرقة داخل القطاع تحديدا في جنوب قطاع غزة، وأيضا هناك سماع لعدد من الأصوات الخاصة بالمسيرات وأيضا تحديدا التي يطلق عليها الزنانة على مدار اليوم، أيضا تقليص لعدد الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية، واليوم لم تدخل من المعبر أي من هذه المساعدات. هذه الصورة بكافة أبعادها، وإليكم الكلمة.